الله معكم. نحن اليوم بحلقة جديدة من برنامج ملح الأرض. اليوم حلقتنا عنوانها الشهادة طريق إلى القيامة، وضيفنا اليوم دكتور إلياس خليل. أهلا وسهلا فيك دكتور خليل. أهلا فيك دكتور. دكتور خليل، حضرتك من مواليد الجرمة بقضاء جزين، دكتور بالطب العام. حضرتك عضو بعدة هيئات اجتماعية وعمرانية، مساهم بتأسيس عدة مستوصفات مجانية وخاصة. كمان حضرتك مؤسس ورئيس سابق للجمعية التعاونية السكنية لإعادة إعمار بلدة الجرمة المنكوبة بسبب الأعمال الحربية الإسرائيلية والحرب اللبنانية. كمان عضو سابق بمجلس إدارة رابطة كاريتاس لبنان، ورئيس سابق للجنة الطبية والاجتماعية فيها، والأهم منهم رئيس سابق لرابطة قدامى الإكليريكية البطريركية المارونية، ورئيس سابق للجنة الدراسات التابعة لها. من أهم أعمالك هذا الكتاب، موسوعة شهداء الكنائس بالشرق، موسوعة كتير كتير مهمة هلأ بنحكي عنها. دكتور خليل، هل الألقاب والوظائف جعلت منك طبيب مسكون بهواجس الروح؟ أخذك موضوع الشهادة بوصفه الفكرة الأحب إلى المسيحية، السيد المسيح نفسه هو شهيد الشهداء، شهادة طريق القيامة، هذا موضوعنا اليوم، والقيامة هي طريق المسيحية، والشرق هو اللي مهد المسيحية، كمان مهد الشهادة والقيامة مثل ما رح نحكي بالكتاب. من هيك هيدا الموسوعة كتير مهمة. بس قبل ما نحكي عن الكتاب، يعني بعتقد انه لقب الإكليريكي يلي حضرتك اكتسبته من الإكليريكية هو يلي ساهم اساسا بتكوين مستقبلك المهني وصولا الى هيدا الكتاب، تخبرنا شوي. يعني مثل ما بتقول، انا يمكن اهم حدث او اهم فضل يعني من ربنا، هو هدية من ربنا، انه قدرت فوت على الإكليريكية، وبهالإكليريكية اتعرف على ربنا، على تعاليمه، على حضوره بيناتنا، وقديش مدى ممكن نحنا كمان نكون قدامه شهود. هالفكرة هذه غيرت حياتي. يمكن بعض الناس بيقولوا انه انا، يعني كل واحد بيقول اخذ فضائله من عائلته اللي بيمارسوا هيك، بس انا للصراحة يمكن لا، لانه ربيت يتيم الأب، فوتوني على ميتم بعمر 12، حسيت حالي انه عم بختنق، ما عندي شيء اعمله ولا حاسس انه في افق حوالي، هربت. لحسن القدر انه اجوا سألوني رئيسة المدرسة، بتقوم تسألني بتقلي ليش هربت، شو بدك تفلت بالشارع، شو بدك تشتغل؟ قلت لها انا بدي اعمل خوري. هالفكرة ما بعرف كيف اجتني بهالبساطة هيك، لحتى بالاخر سمع خوري الرعية انه انا عم بقول هيك، الله يرحمه، بيقوم بيحقق لي هال. ومن جملة من وقتها حسيت انه دخول الإكليريكية البطريركية بمر عبدة كانت فرصة حياتي واللي غيرت حياتي. صرت من وقتها متلاصق بالإكليريكية، بشارك بكل مناسباتها، وبشعر كأنه هي بيتي الأول والآخر. بهالتجربة اللي عشتها جوا، طبعا كنت رايح على أساس أنه الكهنوت هو رسالة، يعني هدفي إذا سمح ربنا أو إذا دعاني. بالممارسة صرت بدي أفكر أنه بالفعل هل هالطريق هي ربنا بده ياني هونيك أو لا. صار عندي حدث هو قرر عني تقريبا جوات الإكليريكية. كلنا بنعرف نحن القدامى، الله يرحمه المونسينيور إنياس اللي ربانا كلنا سوا. إنياس صادق. إنياس صادق. بهونيك مرة بيقول لي، كنت يمكن بتروازيام بتصور، بيقول لي يا صبي بدك تحضر تأمل قدام الإربان. قلت له شو بدي أقول أبونا؟ قال لي يلا دبر حالك روح. هي كانت الحدث اللي بالفعل خلاني انه هالمرة اتطلع بصورة نهائية وجدية انه شو لازم كون انا. هل كون كاهن؟ هل بقدر كون كاهن؟ او كون حامل الكهنوت العلماني وبكمل كمان كأني كاهن غير مكرس.
ضلت معي القصة شي سنتين لحتى بالآخر قررت أنه أنا ما رح كون ضعيف ولا لحظة قدام خياري، لازم كون ما تعود أنه كل يوم أصلب يسوع أنا ورافعه، ما بدي أصلبه عن جديد. قررت أنه أعيش حياتي العلمانية وكون قريب له وهو يهديني. هلأ ثابت أنه أنا بعد ما طلعت رحت درست الطب، وهيدي شغلة إلها علاقة كمان بحياتي بالإكليريكية، لأنه سنت بتروازيام كمان عينوني ممرض المدرسة. كنت مستلم الأنفيرمرية، أيامنا كانت الأنفيرمرية شغلة يعني، استلمت الأنفيرمرية لحتى طلعت من الإكليريكية. وقتها حسيت حالي أنه هالمهنة هيدي بتقدر تعطيني نوعا ما روح الخدمة، يعني في مجال الخدمة، مجال الشعور مع الآخر، الوقوف معه. حسيت أنه بقدر ورحت سافرت وعملت طب. وأول شغلة وقت جيت على لبنان يعني ورجعنا حوكنا حول الإكليريكية وفتت، كنت استلمت الرابطة، أول شغلة عملتها رجعت أطلقت غرفة التمريض الأنفيرمرية بغزير. وبعدنا لهلأ مع رفقاتنا دكتور منصور حجيلي، دكتور مجيد الشامي الله يعطيه الصحة، بعدنا بنشتغل على هالموضوع، بعدنا لهلأ نيم نقدم ذات الخدمات. دكتور خليل، هالتربية الإكليريكية مثل ما عم تحكي يعني عملت منك ملح الأرض، هيك هذه التربية اللي عملت منا كلنا سوا مثل الأرض. خبرنا شوي كيف بتعيش التربية المملحة إذا فينا نقول، بالبيت، بالعائلة، مع المرضى، بالمستشفيات، بالمقابلات، بالرابطة، هيك بشكل عام. يعني موضوع لازم اختصره بشوي كتير هيك، إنه تكون نوعا ما تحاول تكون شاهد للي تعلمته وشاهد ليسوع. ما بده بطولات وما بده واحد يعمل سعي خارق لحتى يأثر أو يكون له فضل بشيء. بالعكس أنا بقول إنه الأشياء البسيطة يعيشها، تكون تشعر مع الغير، تحب الـ يعني تكون على صورة السامري. قديش يسوع عطانا صور، قديش نقدر نكون بسيطين ومنا لا فلاسفة ولا منقدر نحكي كتير ولا شيء، بس نتصرف في السامري، في ضعف يسوع بحد ذاته. قديش هو كان المثيلي انه قديش عطى الناس، قديش ساعد المرضى، قديش وقف مع المظلومين. كل هيدي جعلتني انه كمان بقدر انا بكل باشياء بسيطة، شو بدها بسمة، مساعدة، مسامحة، تقارب، حب، هودي اللي بكفوا. يعني الأكثر من هيك أنه تعلمت من إنجيلي اللي تعلمته بمار عبدة بالإكليريكية، أنه ما تعمل، ما تطلب لنفسك أنه تكون أنت المبادر، الله بيفتح. ترك نفسك بين الله. في هالترتيل الحلوة اللي دايما نحن نستعملها، ربي أنا ورقة بيضاء، فإذا هو يكتب، هو يقرر علينا. بتصور هيدي ساعدتني انه اكون بهالجو مرتاح كتير ومفيد اكثر ما انه جرب اعمل بطولات. طيب انه بتحس انه العالم لما بتتعامل معهم بهالطريقه هيك انه بيقولوا انه هيدا اساسه اكليريكي، ولا بتحس انه في فرق بينك وبين غيرك بيتعامل معك بذات التصرفات، انه في شيء لنا الاكليريكيه مميز عن غيرنا من العالم؟ بالصراحه رح اقولها بكل تواضع، وهيدي صارت مش مرة مرتين، يعني أنا وعم بشتغل أو عم بحكي مع مريض أو عم بحكي مع شخص بشي هيك عام مثلا أو شي بخص التصرف اليومي، عدة مرات ما بيقول لي يا طبيب، بيقول لي أبونا. حلو. أنا وحياتك. حلو. يعني بقول لك عدة مرات صارت معي، مش مرة. حلو. مرتين. حلو. يمكن كل يومين ثلاثة بسمعها من حدا. حلو. هيدي بتصور انه طيب. أكيد. انا بضحك بنفسي. أكيد. أكيد. انه مرات بضحك بس ما بتستغرب يمكن ابدا، لانه صرت اعرف انه نشكر ربنا انه معناتها انا بقدر اكون منيح. مرات بمزح بقول لهم مثلا عشوائي كنت صرت كاهن، بس انه بالنهايه لا. صح. مبسوط انه بعرف انه فاذا في بصمه بحياتي اخذتها من الاكليريكيه.
طب هل التصرفات هذه بتتطلب شجاعه، بتتطلب مثل ما تعلمنا انه نكون مستقيمين مع الله ومع الناس، طب في شيء مواقف تاخذ هيك بتكون جازم بتقول لا، مواقف معينه؟ يسوع قال عده مرات لا بالانجيل، هل صار عندك هيك مواقف تقول لا ما بدي اعمل هالشيء او ما بسمح لك تعمل هالشيء؟ يمكن بتعرف انه العيش المسيحيه هي تجربه يوميه، وكل ساعه وكل دقيقه الانسان انه عايش بجو كامل من التجارب ومن المخاطرات. يعني بكل شغله في ايه ولا، يعني في خيارك. طبعا قد ما فيك انت تقدر، ما زالك عم تعرف وين عم تروح شو عم تعمل، بتصور بكمان عندك انت قرارك بهالشغله بين تقول ايه ولا لا. لانه هالطيب اللي عندك بتعطيك الشجاعه تقول لا، يعني بحزم ولا لا انه بدك تسير؟ لك اكيد على المبادئ او على ايمان او على المواقف الاخلاقيه الروحيه، بتصور انه مش راح اقول ايه عن مضض او اسكت. بس اكيد تعلمت كثير اشياء اساسيه، انه مع كل شخص لازم بحسه ياخده مثل ما هو وحبه، حتى لو ما كان مثل ما انا بتصور او مثل ما بدي انا، مش انا اللي بدي، ربنا هو اللي بدي. لذلك يمكن عندي نوع من، يمكن تقول تراخي، انه معلش اذا شفت شيء بسكت، اذا شفت شيء بس انا مش علي ايدين، انا علي اعطي المثل، اذا كان حدا قدر يشوف فيه شيء منيح بكون نشكر ربنا، بكون نعمتي لإلي، بتكون هذا خلاص لإلي. طيب خلينا بالإكليريكية. نعم. بالإرشاد الرسولي بتقول الفقرة 50: الكنيسة في الشرق الأوسط تأتمننا على الشركة والشهادة، ويسمى الإكليريكيون صناع الشركة الحقيقيين وشهود الإيمان الأصليين. في حديث اليوم إنه بدنا نرجع نفتح الإكليريكية صغرى بغزير، شو رأيك بهالله؟ يعني طبعا شو مدى تحقيقة، يعني شو إمكانية تحقيقة؟ والله هيك بدنا نطلع شعارات إنه بدنا نرجع. حسب خبرتي أنا ربيت بإكليريكية صغرى، وقعدت تقريبا كل دراستي كانت بالإكليريكية الصغرى. بتصور إنه مثل ما كنت بالأول كنت عم بفتخر وعم بشكر ربي على نعمة إنه ربيت بهيك إكليريكية، لأنه تخزن عندي كتير أشياء بقدر اخدم ربنا واخدم غيري. بتصور انه ما كنت فارغ بهالبجيه اللي حملته من يعني هالكنز اللي حملته، قدرت اشتغل مثل ما علموني. بس انا عم بشوف انه كمان فوق هيدي الاكليريكيه الصغرى عطت خدمات جلي للكنيسه خارج الكهنه. يعني نحن وقت كنت رئيس رابطة في مرات كتير مثلا بعض الأساقفة أسيادنا أو حتى كهنة أو رفقاتنا كانوا مثلا عايزين شي خدمة، عايزين شي تواصل، عايزين شي مساعدة، كانوا دايما يسألوا مين في عنا هون مين في عنا هون. كانوا الإكليريكيين القدامى منتشرين على كل الوظائف وعلى كل الجهات وعلى كل القطاعات التربوية والثقافية والجامعية والعسكرية الأمنية عندنا مثلا صح. نفتخر انه مثلا من صفوف الإكليريكية طلع قائد جيش صح، الله يرحمه. نعم. وفي كمان هلا اصدقائنا الفاعلين والنشيطين قديش في منهم من هالعمداء والمسؤولين الكبار كمان بعد كل المجالات طبعا بالجامعات. ما في جامعة الا ما في يا حدا نائب رئيس جامعة أو عميد أو عدة عمداء بالجامعة الواحدة، كلهم من قدامى الإكليريكية أكثريتهم أساتذة الجامعة أغلبية. نعم، يعني هذا الشيء بيلفت للنظر. أكيد أكيد كان غنى. هلأ بحس أنه مع الوقت مش عم ما بيصير الكنيسة ما عندها ركائز داخل هالمؤسسات العلمانية، ما عندها بقى حدا. هذا يمكن خسارة، لأنه مش ضروري كلنا نصطف ونعمل كهنة، في عنا دور تاني ودور يوازي الكاهن. يعني الكاهن هو السر الأكبر، بس نحن كمان سر العماد ما هو الأهم. نحن عم نمارس كهنوتنا من عمادنا. لذلك ما بتصور أنه خسارة
انه ترجع ينبحث. طبعا في فارق زمني صار في تطورات تربويه وعصريه كثير لازم يتنبث، بس انا بتمنى انه نرجع نشوف الكليريكية الصغرى. طب وقت اللي كنت رئيس رابطه نبحث شيء هالموضوع على نطاق واسع مع مجلس البطاركي والاساقفه مع المطارين؟ بلى كنا نحكي نعم كنا نحكي ببعض يعني مناطق يعني مناسبات، بس بصراحه كان بوقتها كان وقت الدينية يعني الرفض بمرحلة اللي كنا بالرابطة، كان بعدها يعني بدك تقول من الرابطة تقريبا بالإكليريكية الصغرى سكرت بالثمانينات، ونحن كنا ب82 أنا استلمت رئاسة الرابطة مع الفريق. كان بعدها طازة. إيه بعدها طازة، يعني كان بعدها الكنيسة مش مختبرة هيك مثل ريتروسبكسيون شو صار قديش الربح قديش الخسارة، يمكن كان مش مبين. بتصور هلا وعم نسمعها كنا دائما حتى اساقفتنا في كثير منهم بيقولوا حلو لازم نرجع نفتح هالمدرسه. حلو. مش بس لانه في اعداد كهنه اسم الله غزير صح. هي فخر لنا كلنا أكيد. سوا أكيد. بس اكيد في شيء كمان مرادف للتربيه الكهنوتيه للتنشئه هي التنشئه العلمانيه صح، لانه حتى لو اتكلوا على المدارس الخاصه المسيحية والكاثوليكية ما بيكفي، غير شيء ما بيكفي. صح صح. طيب فينا نحكي شوي عن إنجازاتك كرئيس رابطة سابق؟ يعني لا بس إنه بتصور إنه لحكينا شوي عن الموقع aaspm.com. هيك ما كتير بلا لك مثلا نحن أنا جيت على رابطة سنة 82 مثل ما قلت. هلا ب 82 يعني كانت الحرب تقريبا بأوجها، وهي تأسست رابطتنا إذا بنرجع شوي لورا سنة 71 رسميا مع المخبر، والله يرحم المؤسس هو مونسينيور حارس خليفة اللي أسسها وانطلقنا فيها، وكان كتير في جو أخوة وحماس وبلشنا نشتغل. بس أنا بهمني أحكي أكثر شيء عن الرابطة مش بالعمل بس تشوف الروحية اللي عشنا فيها. صح. أول شيء الحلو فيها أنه بميزة عن غير الروابط أنه هي أول نقابة أو رابطة أو نقابة خريجين بالكنيسة، هذا شيء ما كان مألوف أبداً، وما بتصور أنه حدا بيستوعب أنه داخل الكنيسة وتحت رعايتها انه يكون في مثل خريجين او نقابي عم تشتغل مستقله. هلا حاولوا بعض كمان مؤسسات اكليريكيه او رهبانيات يعملوا مثلنا بعدين للاسف يعني ما حدا كمل. ما في رابطات غير رابطتنا نحن حاليا اكيد مزبوط يعني هذه شغله كثير حلوه اكيد. ثاني شيء اللي بيميزنا انه قعدنا ونهلنا من المدرسة الإكليريكية على فرد بنك من الأسقف للبطرك للعلماني، وتوزعنا وظلينا بس متماسكين لهدف واحد إنه نشهد وين ما منكون كل واحد بطريقه. هذا كان سنة 2020 عندنا اليوبيل الذهبي مزبوط 21 أنا حسس إنه حسب يعني صحيح كنت رئيس سابق بس ما بعدت عن الرابطة الحالية يعني بعدها إيدك بإيده. نعم. فاكرين تعمل شيء هيك مميز لليوبيل سنة 2020؟ يعني هلا الأشياء بتتعلق بالهيئة الإدارية الجديدة أكيد، بس الهيئة الإدارية متحمسة كثير لهالحدث لأنه حدث كبير، إنه بعدنا عايشين 50 سنة مع كل ضعفنا مع كل كمان الظروف اللي مرقت على الرابطة، كان بالحروب ما إنه نص الوقت كان حرب، بس بعدنا. وبعدين نحن كلنا كبرنا لأنه وقت تسكرت الإكليريكية الصغرى ما بقاش في أعضاء جداد يعني أكيد. مع كل ذلك بعدنا بذات القوة. طيب دكتور خليل بدنا نحكي شوي عن موسوعة شهداء الكنائس، تحكينا شوي هيك على السريع أنه شو هالعمل الجبار هيدا، أنه كيف إجتك الفكرة، وحكينا شوي عن المنهجية وقدي أخذ وقت وشو هو وسائق وإلى آخره. هو هذه الفكرة مش من قديمة، يعني بدك تقول بال2010-11 وقت صار في
بوادر ما يسمى ثورات عربية وربيع عربي، ساعة يسموه خريف، ساعة جهنم، يعني بالنهاية الأشياء اختلفت كتير، بس مبين أنه كل واحد عم بجرب يبرز صورة جديدة، يمكن تكون صورة إلى خلفياتها السياسية والمصلحية استراتيجية. بس نحن اللي ألمنا فيها كل هذه أنه اللي بيقدر يحكي عن تراثات قديمة، تراثات تاريخية ما انتهت من 2000 سنة لهلا، هو المسيحي. وخلال تركيب هالربيع العربي طلع انه الوحيد اللي بيكون ضحية هالتطورات وهالطموحات هو المسيحي، والمقموع واللي مش مسموح حتى مرات كتير يضل ببلده، يعني انه الافضل تفل. من هون حسينا بحسرة انه لا، نحنا بالعكس نحنا لازم نقول لهم شو مين نحنا بالاساس، ونبرهن قديش حاطين نحنا دم زكي، قديش حاطين دم محب لحتى هالشرق ينمى ويتماسك ويعطي هو الرسالة بالتطور. من هون اجتنا الفكرة من خلال الرابطة ومن خلال لجنة الدراسات طرحنا الفكرة، ونشكر الله انه كل رفقاتي بلجنة الدراسات كانوا متحمسين ومتجاوبين لأقصى الحدود وعملوا كتير، لولاهم كلنا سوا ما كنا وصلنا لهالهدف. شو البلدين اللي حكيت عنها؟ بلدان المشرق، بلدان المشرق يعني لحتى نقول انه نحن هدفنا كمان من الكتاب انه وين ما حكيته بالمشرق المسيحيين كانوا موجودين وهن شهود، غير انه الشهداء هن شهود دائما كانوا بهالمناطق هاي. لذلك جمعنا كل الحياة المسيحية وخاصة الشهادة المسيحية ب 12 دولة من آسيا الصغرى، تركيا يعني، تركيا، أرمينيا، إيران. أكثر شيء فيها هونيك شهداء يمكن بسبب العثمانيين. تركيا لأنه هي صارت بالآخر ميدان خيال المسيحية بالفعل، وهي استقبلت كل التيارات المسيحية، كان أكثر شيء الحيوية بتركيا. قبل العثمانيين يعني. إيه طبعًا عم نحكي دغري من بعد. إيه أوكي. من بعد انتشار المسيحية الرسل بتركيا، من بعد ما أعلن حتى أنطاكيا أول مجموعة سموهم المسيحيين، يعني معروفة دينامية المسيحية بالأرض آسيا الصغرى تركيا كانت هي الأساسية. بدي أسألك سؤال هيك كتير خاص، إنه أنت عم تكتب عن الموت بس بذات الوقت عم تكتب عن الشهادة وعن القيامة، تعطينا هيك على المزبوط شو هو شعورك أنت وعم تكتب عن الموت، إنه هيدا شهيد نوقع هون وهيدا شهيد. إيه يمكن شهيد يمكن خلفيتها المباشرة كانت إنه بلش ينحكى كتير عن الشهداء والجهاد، الجهاد يعني هو نوعا ما بمفهوم الآخر هو نوع من شهادة تقديم الدم. أي. لا بس نحن قدمنا صورة نسخة جديدة عن مفهوم الشهادة بالمسيحية. عند المسيحيين ما بيسفك دم الواحد لحتى لمكسب ولا لربح معركة ولا لتثبيت وجود، هو سفك دم لشهادة عن حرية عن محبة، ما يعني ما عنده وسائل لا قمع ولا حرب، ما بيعرف يستعمل، هو شهادته الأساسية تقديم نفسه ذبيحة مثل ما قدم يسوع نفسه. طب انه لما خلصت هالموسوعة حسيتك بشوية يأس شوية مرارة انه الوجود المسيحي الى انهزام الى تراجع، هل انت قلق، القلق عندك قلق على الوجود المسيحي انه رح نضل شهداء نحن انه كل فترة يقع من دل نستشهد وبعدين يعني؟ مزبوط. لك هي شهادة أكيد بتصور أنه بما أنه الله خلق، هو إجا، هو اختار صح. يسوع وإجا، إجا على هيك أرض وبيعرف هو من شو مؤلفة، من شو فيها حضارات، ثقافات، ديانات، هو ما إجا عن عبس يعني، بتصور على هالمنطقة وعطانا مثال أنه يستشهد، هو يستشهد يعني عطانا مثال. فإذا المسيحي إذا كان تابع المسيح بده يعرف إنه حتى كمان أول شيء مش نحنا بنختار إنه
مبسوطين انه نروح على الشهاده للموت، لا مش ما بنحب الموت، ما الله اعطانا هديه الحياه، هديه الحريه فيها، هيدي اثمن من الموت. الموت بايد ربنا ساعتها، وقت بده يصير بيصير، بس انه بالنهايه دورنا كنا نعيش ونعطي ونملى الحياه فضائل، هذه كان دورنا. وهذه بسموها كمان شهاده، لانه بعيش المسيحيه عم تشهد بالقول، عم تشهد بالممارسه. هذه مرحله اولى، بتضل هذه الاشياء بعدين بتصير بالحوار، بفرض مش بفرض بعيش المحبه، هاي مرحله ثانيه، انه انا بس بالاخر تخلي عن هالموقف هذا. اذا الطلب انه صار فيه استشهاد، المسيح اعطانا صوره انه هيدا هو. دكتور خليل، بتحس انه هالكتاب اخذ حقه اعلاميا؟ ما بعرف ما بحب جاوب يعني. لا لا، مش عم نحكي ماديا، انه الكنيسه ما وقفت حدك، ما ساعدتك، انه ما تبنته اعلاميا على القليله. هلا انا هيدا عمل مش مين ما كان بيقدر يعمله، يعني اقله بحده المنطقي، انه سيدنا البطرك، اي على فكره سيدنا البطرك بالاول، سيدنا ماركشارا بطرس، هو تبنى اصداره وطلع من البطركيه بالجمال باحتفال رعاه البطرك. ثاني شيء الاكثر من هيك، انه هالكتاب هذا وقت اللي عملناه برمنا على كل بطاركه الشرق كلهم يعني دون استثناء، طبعا اللي كان راسلنا الباقيين لانه ما سافرنا، ما في مجال نعمل كل هالشغل، كانوا كلهم راضيين وكانوا كلهم مشجعين وحسوا شو معنات التماسك. وانا رسالتي اللي صارت ورا هاي، حسيت انه صار في نوع من التحسس من عيش مسكونيه جديده بين هيك، انه كل الناس تعرف وحده الشهاده، يعني نعم، انه دم الشهداء هو واحد، هو بيوحد الكنيسه بالنهايه. هذا كان جيد. هلا اذا كان بتمنى انه هالكتاب يتطلعوا فيه، يجربوا يشوفوا انه في اشياء جديده كثير، وفي اشياء بياخذنا من روح عصريه بتساعدنا انه نفهم اكثر شو اهميه الشهاده بحياه الكنيسه. لانه بصراحه الشهاده هي الأساسية اللي بنيت الكنيسة، هي شهادة 300 سنة، القرون الثلاثة الأول، هيدا كانت. من بعدها خفت شوي حماس الشهداء نتيجة يمكن عدة عوامل، بس حتى خاصة كنايسنا الشرقية نسيت قديش أهمية الشهادة، وحتى نسيت كيف تكريم الشهداء وإعلانهم، مش إنه تنسيتهم بس، نسيت إنه تذكرهم. لذلك صار في تأخر كبير من بعد القرن السابع مثلا، قليل ما ينحكى ببعض كنائس شرقية عن شهداء، بينما بالأول كل القديسين أغلبهم كانوا شهداء. شيء الحلو أنه في نشيد الشهداء على أسطوانة مع الكتاب، بتقدم شعر ويليام مراد، تلحين جوزيف الويزي، وأداء مروان حويك. نعم. طيب بس اخر سؤال دكتور خليل، في شيء جديد على الطريق مثله او مشابه لإله؟ لا ما في شيء مهم يعني، بس بدي بس قبل ما بدي اشكر رفقاتي، هاي كلها نحن طبخه محليه. الكتاب الشهداء من هون، حتى الاستاذ جوزيف الويزي وويليام مراد الشاعر، هن اللي كمان تحمسوا وحققوا هالنشيد ليكون نشيد ينطلق بذكرى إعلان الكتاب. حلو. بشكرهم كثير على تعاونهم. إيه، حكينا عن مؤلفاتك. ما عندي مؤلفات صراحة، أنا ما بألف، مش إنه ممكن أكتب شيء هيك صغير مثلا، بس لفت لي نظري فترة من شيء وقت نحكى عن الديسة مارينا. كنت وقتها أخذت فكرة من وراء البحث وراء الشهداء والقديسين، حسيت إنه مثال القديسة مارينا ما هو ظاهرة كان بالكنيسة بعدة عصور، خاصة بعد القرن الخامس الرابع كثرت هالأشياء، وبالسابع بيان لي أنه في حوالي شي 9 أو 10 حالات تنكر
بزاي رهباني مثل القديسة مارينا الشهيرة. يعني الصوتة القديسة مارينا فعلا محيرة، أنا ما بفهمها أبدا. على كل حال خلص وقتنا دكتور الياس خليل، نحن بنشكرك، نشكركم أعزائنا المشاهدين، وإن الله راد إلى لقاء جديد الأسبوع القادم مع حلقة جديدة من برنامج ملح الأرض، والله معكم.